VFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل الدرس عشان الكهرباء كانت قطعت عليا وانا بشتغل، واحنا كنا وقفنا على البرمجة بتاعت البروجرس بار او اللودنج بتاعنا. كنا وصلنا هنا. عايز اكمل بقى حاجة كده. احنا كنا قلنا اللودنج تكست دي هنزلها كده شوية تحت عشان عايز اقول له، عايز اديله شرط اف. في حاجة اسمها قاعدة اف زي الانجليزي كده. بقول له لو البيتات بعد ما انت دلوقتي، هو انا قلت له ايه بالراحة كده معايا دلوقتي، انا قلت له احسب لي العدد اللي انت حملته وضربه في 100 واقسمه لي على التوتال بايتس او الحجم العام، وزود لي وطلع لي الرقم بتاعه، وبعدين زود لي بعدها اللي هي في 100 لودد. طيب اذا ما حصلش او اذا حصل، اف دي بتقول تحت شرط، يعني نفذ لي امر معين تحت شرط. فانا هقول له، هعمل له الامر لو البايتات اللي انت حد اللي انت حملتها بتساوي التوتال بايت. دي مهمه اول حته دي. لو البايتات اللي انت حملتها بتساوي التوتال بايت، دخلني او اعمل لي على امر معين. يبقى ده السطر ده تمام. هنقول يساوي بس معناها حط لي دي جوه دي بين اليمين للشمال. لا انا مش عايز كده، انا عايز يساوي دي معناها في الاكشن سكريبت 3 معناها ده بيساوي ده، القيمه دي بتساوي القيمه دي. وهفتح جوه هعمل امر جوه، لو دي بتساوي دي اعمل لي ايه بقى. اول حاجه هتقول لي ريموف، ماشي، ريموف تشايلد اللي هو مين؟ اخينا اللي هو البروجريس بار. انا عايز اشيله، هو خلاص ادى لي مهمته، ما ادانيوش يبقى السايد شغال او المشروع بتاعي شغال وهو موجود قدامي كده. يبقى شيل لي البروجرس بار. تاني حاجة جو تو اند ستوب الفريم 2 تمام. يبقى هو هيوديني على الفريم 2، لان انا في الفريم 2 ده انا حاطط الكونتنت بتاعتي او بدايه الويب سايت بتاعي، وهنشوف دلوقتي هنعملها ازاي. وكمان في حاجه مهمه قوي، انا كنت عامل هنا انتر فريم، عايزين نشيل ده. اوكي يبقى هنا ريموف event listener تمام، هنشيله خالص اللي هو event dot enter underscore frame اللي هو كان مين؟ كان الأخ مين بالجودر. يعني احنا هنعيد كتابة السطر ده، بس بنشيل هنا دي add ونحط remove. تعالى ناخدها copy اهي، وبعدين نحط هنا remove. تعالى نجرب. تمام، شوف هنا حصل لي ايه اول ما اشتغل، يعني حصل 100% بدأ يعني خفالي خالص البروجرس بار زي ما قلت له ريموف تشايلد، وبعدين هيروح لي على 2. طيب تعالى نحط بقى في تاني فريم اي حاجه.
تعال نحط في تاني فريم اي حاجة. مثلا مثلا هنحط هنا اف 7 بلانك فريم، ونحط له هنا الصورة دي عشان يحملها، خليها تحت، خليها تحت كده، ونوسطنها في نص الستيج وتحت. اوكي طيب، تعال نشوف هيعمل لي ايه. المفروض هيعمل لي لودنج، وبعدين بعد كده هيروح جاي ظاهر لي دي. وتعال الليست دي خليها كمان في تاني فريم او فريم، وخلي ده بس في اول فريم. لو انا جيت عملت كده، ال دي المفروض ما تحطش هنا، تحط مثلا هو مش قابلها، خلينا بقى نحطها في اول فريم نجرب. تمام، عندنا هنا السيميوليت داونلود، عندنا البيت باندويت، نفعل الاتنين ونشوف اهو بدأ يحمل اختفى البروجريس بار، وبعدين ظهر لي الفريم 2. دي الطريقة بقى بتاعت كمان ممكن كمان نعمل، انا شايف ان النسبة 100% ظاهرة دي كده. دي كمان نقول لها ريموف تشايلد، ونقول له اللودر او اللودينج شيلهولي اهو، استجاب معايا فعلا. سيميوليت داونلود، وكده كأنه بيحمل لك على النت يعني. وكده تبقى انت فهمت البروجريس بار، فهمت بالمرة البرمجة بتاعة الأدوات دي. نخش على اللي بعده، وهنحط بقى الراديو بوتون. الراديو بوتون مش محتاجة يعني، الموضوع سهل جدا وما فيهوش أي مشكلة، مش هنخش في أكشن سكريبت، ما فيش داعي. هتبص تلاقي أنت لما كتبت الكلمة اللي هنا مش ظاهرة هنا، بص تلاقي هنا في جروب نيم. الجروب نيم دي لو أنت عايز مثلا تسمي دي باسم معين، تمام، تبقى ظاهر لك أنت يعني. الليبل دي طبعا احنا عرفنا ان دي مثلا لو كتبناها بتظهر هنا، تمام. لو انت عايز بقى تخلي الكتابة يمين او شمال البوتن، لو انت بتكتب عربي عربي بالشكل ده، او سيلكتد بالطريقة دي هتظهر لك كده. لو انت عايز تاخد منها كوبي اهو بالشكل ده، تكيت كده عمل تيست، بص اللي بالشكل ده. الراديو بوتون دايما ما ينفعش مالتي سيلكشن، يعني ما فيهاش مالتي سيلكشن او تختار كذا حاجه، لا هي حاجه واحده بس. زي استطلاع الرأي مثلا لازم تختار حاجه واحده او تختار منتج واحد بالشكل ده. تعال نزلها تحت. هو الحقيقه يعني ما فيهاش حاجه غير كده، دي سهله ما فيش مشكله. موضوع الجروب نيم انا كنت نسيته. هو الجروب نيم الحته دي علشان تعرف تسمي كل واحده بجروب نيم. يعني لو انت مثلا عملت دي واحده كده وواحده كده، ماشي، دول اربعه خلاص، هنسمي اتنين جروب نيم واتنين جروب نيم. ده الجروب نيم ده اسمه وليد مثلا، ودي اسمها وليد، اللي تحت دي اسمها أحمد، ودي كمان اسمها أحمد. تعال بقى لما نشوف بابلش، هتبص تلاقي رغم ان الراديو بوتون ما ينفعش مالتي سيلكشن الا ان لي انا ممكن اختار اتنين، لان دي جروب نيم لوحدها، دي باسم ودي باسم، فانت ممكن تعمل، لكن جوه الجروب نيم نفسه ما تقدرش تعمل مالتي سيلكشن. تمام، وضحت؟ يبقى دي حاجه واضحه خلاص. يبقى كل جروب نيم كحاجه منفصله لوحده ممكن
دي برضو عشان انت لو عايز تعمل كذا حاجة في الصفحة ما يعملكش مشكلة. في الأول كان زمان، كان أيام ما الفلاش كان لسه طالع، كان دي ما فيهاش جروب نيم دي خالص، فكان هي بس لو حطيت الراديو بوتون دي في أي حتة، هي بس على قد اللي انت حاططها، ولو حاولت تعمل الحتة دي ما تلاقيش أي إمكانية في كده. تمام، هي طبعا مش عشان كده، لا هي علشان تتعمل في حتة تانية خالص أو في صفحة تانية خالص، وتبدأ انت تتعامل مع كل واحدة منفصلة على حدة. تمام، ولي أرجو أن أنا أكون وضحتها.